ما شاء الله. شلونك؟ الحمد لله. كيف انت؟ كويس؟ الله يبشر. كويس. كيف هذا ناس الليل؟ كل الناس الليل كله كويس. كلك كويس؟ مساكم الله بالخير جميعا. انطلق البرنامج. الله يحييكم. احياكم. من البارح وانا احس بملل والقلب في حيره. عندك صابني حالة جواحي كل بوها عندك جواحي بالوضع مزري مسافر ومزاعر حاول على وضع يصلح لك بيصلح لي اما اعتبرني ذكي انت على باله ولا اعتبرني غبي مرة ووضح لي يا متانا فينا على حالة تقول لي الخطأ وقتي وتسمح لي يا الله انا اللي جيت عندكم صابني حالة تتوقع الحالة اللي وصل لها سعد جدران وشني يا سلطان؟ أنا اللي جيت عندكم صابني حال. هذه يعني فوق مرحلة الحب يا أخي. جوارح كل أبوها عنك. الوضع مؤسف. مزري ويؤسف له. ورثاله حاول على وضع يصلح. يصلح يعني وضع يصلح الطرفين. لماذا يعني وضع يصلح طرف واحد اللي هو من صوبك؟ لأني اهتميت بك حتى أنا مهتم بي وبك. آه يا سعد جدران. من النوع اللي لا سمعت القصيدة أحب أعيش أحب أكون أحاول إني أصيد جو الشاعر أو بلا صح أندمج فممكن لنا ساعتين أنا وسلطان نحوم في الرياض على الفرة دائري وكنت سوفنا مياه بالقصيدة القصيدة الفلانية لين شغلت أنا المقطع هذا وصل سلطان الوضع كان يقول ماجي ودي أوصل للمرحلة اللي وصلها سعد جدران ما اقدر اتكلم ولا اعتبرني ذكي ولا غبي شوف الشيء اللي انت بيه اهم شيء ما نجلس على الوضع هذا علقتني يتغير الوضع شوف فاتح الخاصه بيشوف رده فعلكم وبيسمع منكم اتفاجئ انه ترن 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 مرحبا حياك الله بهاج وش حالك وينك متى بتبث ليه ليه يا اخواني وش ذا الطريقه الغير حضاريه الطريقه الغير كويسه فشلتوني عند الهميلي يقول انا اتمشى في سنابي يا بهاج متابعينه ما يدقون علي انا يدقون علي لا والله فشلتوني انا اقول اخواني اسم الله عليهم ترن 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 خطا طيب شوف الهميلي عينه جواله ما حد يدق عليه تناقش ادب وش السر يا اخي علمني انا مختلفين والله العظيم لما تصحون اني صحي قوم ذا المشعر ما ذي بطريقه ولا ذا بعلم وش انا مقصر معكم فيه انا زميلي جوالي انا ما طقت الله واه ان شاء الله تبارك الرحمه اسعد الله صباحكم جميعا باذن الله موجهين صوت الباطن الحبيبه باذن الله نشوفكم هناك احبان ممر السعادة الحقيقي بعض الأحيان يكون سعادة بعض الأحيان ما أذكر أني رحت للباطن وما كان ممر سعادة ففعلا هو بعض الأحيان سعادة بعض الأحيان مو سعادة وأنا رايح للباطن يكون سعادة صراحة دعواتكم وصلوا السلام